انضم لي في هذه اللحظات استاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ببارك لك طبعا في البدايه على البطوله. يمكن عندنا حصاد كبير الشهر اللي فات ده الحمد لله بالبطولات، نقول الله اكبر طبعا على البطولات لسه كمان عندنا، وعايزين بكره كمان ان شاء الله يكون تتويج النادي الاهلي امام نادي الزمالك في البطوله الافريقيه. احنا الحمد لله يعني بهني طبعا الجهاز الفني واللاعبين على الثلاثيه، اللعيبه رجاله والجهاز الفني يعني على قد ثقه مجلس الاداره فيهم. ماتش بكره بقى يعني خلينا نتكلم عن ماتش بكره. ماتش بكره يعني احنا المشكله طبعا الناس، كل ما حد بيقابلني انا مش عارف انزل اسجل معاك، الناس كلها عماله تقول التذاكر. بكره في 1000 تذكره، 600 للاهلي 400 لنادي الزمالك، ال 600 وال 400 كلهم لاعضاء الناديين، مفيش جمهور. ده الاجتماع الامني، ده تعليمات الجهات الامنيه كانت كده مع الناس. انت عارف انا لسه جاي من المطار على هنا على طول، فاحنا وزعنا 600 دعوه. الدخول هيبقى بالدعوه زائد الكارنيه زائد البطاقه. هيحصل تفويج للناس، هيجوا النادي وهنطلع اتوبيسات من النادي كل 50 هيطلع اتوبيس هيكمل 50 هنطلعهم على الاستاد. ده بالنسبه لماتش بكره باذن الله ان شاء الله، وان شاء الله يكون الفوز يعني من نصيب النادي الاهلي باذن الله. عندنا بقى البطوله اللي هي يوم الجمعه، ده الامن وافق على 950 تذكره. احنا طرحنا اول امبارح 950، اتباع 200 وشويه، وطرحنا امبارح اتباع 100، فلسه باقي منهم وهنطرح بكرة إن شاء الله وهنطرح بعده لحد ما 950 يكملوا. الناس بتيجي عند النادي بمنتهى السهولة، بيجوا بيظهروا البطاقة، بيسجلوا بياناتهم، وبياخدوا الكارنيه حضور المباريات سواء بطولة الرجال أو السيدات، ومعمولة يعني بثمن رمزي 25 جنيه، يعني تقريبا ثمن طباعة الكارنيه. ده بالنسبة للبطولة، وإن شاء الله الافتتاح يوم الجمعة الساعة 5. لو باخد منك رساله لعيبه الهاندبول كابتن عاصم حماد، ان شاء الله يكون التوفيق معاهم بكره، تحب تقول لهم ايه قبل انطلاق المباراه باذن الله؟ يعني احنا كلنا ثقه فيهم. كان كابتن عاصم طلب تدعيمات، طلب اثنين تحديدا، يمكن الاولاني حماصه جه والثاني علي زين، بعد ما الفريق الفرنسي وافق واحنا بنعمل التحويل الفريق الفرنسي تمسك بيه وقال لك احنا عندنا ماتش يوم 11 ومش هنقدر. ف يعني خلاص يعني النادي الاهلي بمن حضر في الاخر خالص، فان شاء الله باذن الله سواء البطوله بتاعت بكره او سواء البطوله الافريقيه باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي اللي موجوده قادرين ويسدوا ان شاء الله البطولتين يكونوا من نصيب النادي الاهلي. اشكرك، شكرا.